واحنا بنتكلم على المظاهرات وبنتكلم على فكرة الرأي العام بشكل رئيسي، لكن ما تقدرش تبتعد أبدا أبدا إنه أو ما تقدرش تبعد عن عقلك إنه أي مظاهرة في أي مكان كان قوامها الرئيسي دايما وقودها الرئيسي والحقيقي والطبيعي دائما هم الشباب، وبالتالي قدرة الشباب على التغيير هي القدرة الأوقع، حتى إن لم يكن يغير الآن بقراره. يعني ممكن يبقى الشباب النهاردة مش هم اللي في مواقع القيادة وتولي المهام الحكومية، سواء إذا كان في أوروبا ولا في أمريكا وما إلى ذلك، لكن بالتأكيد جاي جاي، دي طبيعة الأحوال، يعني المتوالية الزمنية بتقول كده. هنا بقى تشوف منتدى شباب العالم، وده برضو هيخليك تقعد تفكر في بداية إطلاق منتدى شباب العالم. اعقل الكلام وفكر بالراحة. منتدى شباب العالم أطلق أو بيطلق مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية. ثابت إنساني مبدأ، وده لحماية المدنيين في مناطق النزاع، فلسطين وغير فلسطين. معانا على التليفون سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم. اهلا بيك يا سارة. اهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور. عايزين نعرف اكتر على مسألة شباب من اجل احياء الانسانية، وكما هو واضح ان احنا بنتكلم على الانسانية بشكل عام وحماية المدنيين في مناطق النزاع ايضا بشكل عام. مظبوط. المبادرة هي إيمانا من منتدى شباب العالم أن نشر السلام هو أعظم القيم الإنسانية على مدار التاريخ. المنتدى يمكن زي ما حضرتك قلت هو الشباب قايم على اجتماع الشباب أنه يغير الواقع، خاصة الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي واللي احنا رافضينه، الواقع اللي بيبقى فيه عدم حماية كاملة لحقوق المدنيين خاصة وقت الحروب. القيم الإنسانية إحنا بعاد عنها دلوقتي، فبالتالي أطلقنا مبادرة اسمها شباب من أجل إحياء الإنسانية، بندعو فيها كل محبي السلام، كل محبي القيم الإنسانية إن هم يجتمعوا في أرض السلام شرم الشيخ. ويمكن حتى تنفيذ المبادرة ده هيبقى مختلف عن النسخ اللي فاتت من منتدى شباب العالم. هي مبادرة استثنائية على مدار 3 أيام، هتبقى بتركز على نقاش وورش عمل للقضايا اللي ليها علاقة بالسلم والأمن الدوليين، توحيد الموقف العالمي تجاه حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية وقت الحروب، ودي حق أصيل للمدنيين، وإزاي العالم يجتمع ويتحد يبقى ضد العنف وضد القيم المنافية للإنسانية من عداء أو من كراهية أو من تمييز ضد لون أو ضد عرق معين. كل ده احنا ضده، وعشان كده اطلقنا المبادرة دي في وقت طارئ زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، عشان نقدر نوحد رؤى شباب العالم خاصة تحت منصة السلام. عظيم جدا. طيب يعني انتم عمليا هتشتغلوا على ده بشكل عام، وده احنا متفقين عليه، لكن ايضا ويمكن اللي انا فهمته من كلامك انه ما يحدث الان في هذه اللحظات الراهنة اللي هي شديدة الاهمية والمفصلية ايضا، اذا فالموضوع الفلسطيني هيستحوذ على جانب كبير من مناقشاتكم. هو الموضوع الفلسطيني طبعا عشان هو دلوقتي العالم كله بيتفرج على اللي بيحصل في فلسطين، بس كمان بالنسبة للصراعات والحروب بشكل عام لازم يبقى فيه حماية كاملة للمدنيين، خاصة ان ما ينفعش، يعني حتى الحروب بيتقال دايما ان حتى الحروب بيبقى ليها قواعد، ويمكن اللي احنا بنشوفه من ازدواج المعايير في تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان بشكل عام، ده يعني شفنا ان احنا ما نقدر نفضل فاكرين اكتر من كده، وخاصة احنا عايزين نركز ان ما فيش صراعات بيبقى ليها اساس ديني، لان دايما الدين قايم على التسامح والتعايش، كل الاديان السماويه قايمه على ده. فيمكن هي المبادره قايمه على ان احنا نتحد من اجل الانسانيه ومن اجل عالم بشكل افضل من اللي احنا عايشينه دلوقتي. دي الرساله الاساسيه، اعلاء السلام
تشكيل العالم برأي مختلف أو بنظرة مختلفة عن النظرة اللي احنا عايشينها دلوقتي بكلها، يمكن مش عايزة أقول سواد، ولكن هي أكيد في أمل، أكيد في أمل طبعا. إن الإنسانية تتحد، أكيد في أمل إن البشرية كلها تشوف وتعرف تندد بأي حاجة غلط احنا بنشوفها ونقدر إن احنا نصلحها في المستقبل. صحيح، أنا بشكرك جدا سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم.